السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ عيد سعيد عليكم، مبارك إن شاء الله، وربنا يا رب يوعدنا كلنا إن شاء الله السنة الجاية نكون كلنا على عرفات بإذن الله. عيد سعيد عليكم يا حبايبي، كل سنة وانتم طيبين. النهاردة احنا نتكلم عن الحسد في المنام. انا قلت ارجع اعمل لكم فيديوهات تاني كده، رموز على بال ما الدنيا ايه تمشي، لان كانت عندي ظروف بقالي فترة ما عملتش فيديوهات، فقلت اعمل لكم الفيديو ده عبارة عن رموز، وهبقى اعمل لكم بقية الرموز يا جماعة. النهاردة احنا هنتكلم عن الحسد، رؤية الحسد في المنام يا جماعة. ايه الرموز دي اللي بتدل على الحسد؟ اول رمز هو الحرامي. لما تشوف الحرامي داخل بيتك، او الحرامي بيسرق منك، او الحرامي معدي عليكي. هو الحرامي له تأويلين، بس احنا نقول تأويل اللي هو بتاع الايه؟ الحسد. لان الحرامي بيسلب منك الحاجة، بيسرق منك الحاجة، والحسد اللي هو الحرامي ده الحسد بيسلب، بيحسدك في جسمك، في بيتك، في ولادك، بيعكر الدنيا كلها. الحسد يقلب الدنيا عليها ايه؟ وتافه. فالحرامي، رؤية الحرامي في المنام حسد، بقى انت محسودة. اليهودي، لان الرسول عليه الصلاة والسلام اللي كان حسده يهودي، فالرؤية اليهودي ده بيبقى حسد. رؤية البئر، البئر يا جماعة البئر حسد، لان سيدنا يوسف عليه السلام اخواته لما رموه في البئر كان من سبب الحقد والغيرة والحسد، فده بيبقى عبارة عن ايه؟ عن حسد. كل من هو مسكوب الثقب، اي دايرة، اي دايرة في تشوفيها في الحيطة، في اي مكان عرف ان فيه جاتلك في المنام رؤية فيها داي قرم، او اي دايرة عرف ان انت في حسد، وربنا بنبقك ان انت عليك بالرقية الشرعية، وان انت ترقي نفسك وتحصني نفسك. طيب، كل من هو في عين، عين الحيوان، عين الطيور، كل ما بيجيلك عين في المنام بتشوف العين، عرف ان انت في حسد في بيتك، او انت في حسد في بيتك، تبقوا محسودين. الابرة، عارف اللي هو الابرة، الخرم بتاع الابرة، لو شفت خرم الابرة في المنام، او الابرة جاتلك في المنام من شفت الخرم بتاعها، تبقي محسودة، او انت محسود في شغلك، او في ولادك، او في بيتك، او في عيشتك. دي الرموز يا جماعة دل على الحسد يا جماعة. وفي رموز تانية كتير، بس انا قلت اقول لكم الحب شوية الرموز دول، او بعض الرموز دي، علشان بعد كده انا هنزل لكم فيديوهات تانية بيها، بس قلت عيد عليكم واقول لكم كل سنة وانتم طيبين، واقول لكم الرمزين دول. ويا ريت ما تنسوناش باللايك والشير، وفعلوا الجرس.